أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما. الباحثين الصحيين المقدمين على إعداد رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتوراه، نرفق إليكم هذا الفيديو التعليمي حول كيفية استخدام أشهر محركات البحث الأكاديمية في البحث عن المقالات العلمية في المجالات الصحية والطبية. حقيقة الكثير من الباحثين يواجهون مشكلة أثناء إعداد أطروحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير في كيفية الحصول على المراجع والمقالات العلمية بالطريقة اليسيرة أو الطريقة السهلة، أو حتى المقالات الأكثر قربا والأكثر علاقة في مشاريعهم البحثية أو في أبحاثهم المقدمين على إعدادها. إن شاء الله سنحقق في هذه المحاضرة عدة أهداف، من ضمنها التعرف على أشهر محركات البحث الأكاديمية في المجال الطبي والصحي وأهميتها وطرق استخدامها، وحركز حديثنا عن متصفحين أو على متصفحين رئيسيين، الأول جوجل سكولر والثاني باب ميد، وربما الباب ميد يعتبر الأكثر أهمية من جوجل سكولر لأنه المتخصص أكثر في مجال العلوم الصحية. خلينا بداية نعرف ما هو محرك البحث. محرك البحث هو برنامج حاسوبي معد لمساعدة الباحثين في الوصول إلى المعلومات والمستندات المخزنة على شبكة الإنترنت. وكلنا بنعرف أنه عالم الإنترنت بضم عدد كبير من محركات البحث، لكن البعض منها وليس كلها هو من يلبي حاجة الباحثين الراغبين في البحث عن المقالات العلمية وتحديدا الطبية والصحية إلا كمتخصصين وكمهنيين صحيين. زي ما حضرتكم شايفين في الصورة هنا، عندي أشهر محركات البحث في المجالات الطبية والصحية اللي هي الجوجل سكولر، الباب ميد، الآي ميد سيرش، الويب ميد، ايرو بي ام سي، والبوغو فروغ. هذه المتصفحات كلها ممكن تفيدنا في البحث عن المقالات الأكاديمية في المجالات الصحية وعن الكتب أو عن أي دراسات سابقة في مجالات العلوم الصحية، لكن تركيزنا على الجوجل سكولر والباب ميد لأنه الاثنين هذول يكفوني لو أنا فهمت كيف أستخدمهم صح وكيف أنزل منهم أبحث عن المقالات وأفلترها وأنزلها بالطريقة الصحيحة. هنبدأ الآن في شرح محرك البحث جوجل سكولر. جوجل سكولر هي رابط اللي هو بتاعه، وهنا شكله ممكن يظهر لنا في الإنترنت في شكل جوجل سكولر باللغة الإنجليزية أو تحت زي ما حضرتكم شايفين باللغة العربية. محرك البحث جوجل سكولر من أهم محركات البحث العلمي الأكاديمي لأنه بتضمن مادة وافر من الأبحاث والرسائل العلمية المعتمدة والمجلات العلمية المحكمة والكتب والملخصات والمقالات الصادرة عن ناشرين أكاديميين وجامعات عالمية وجمعيات وهيئات متخصصة. أضف إلى ذلك أنه جوجل سكولر يساعد في التعرف على أكثر الأبحاث العلمية صلة بمجال البحوث التي نشتغل عليها، لأنه يقوم بعرض نتائج البحث مرتبة حسب الأهمية والتاريخ والأثر العلمي scientific impact الذي تتركه في مجال تخصصه، بالتالي يتيح لنا الوصول والتوصل لأهم ما تم نشره في مجال تخصصنا والاطلاع عليه بسهولة ويسر. نفتح الآن نطبق عملي. هاي عند متصفح جوجل العادي اللي كلنا بنعرفه. من جوجل بدي أكتب جوجل سكولر. مجرد ما أكتب الأسي مباشرة بظهر لي جوجل سكولر. ظهر لي جوجل سكولر. بأضغط على الرابط بفتح لي متصفح الجوجل سكولر.
الآن أمامنا متصفح هذا اللي هو متصفح الجوجل سكولر. نفترض جدلا إحنا بدنا نبحث عن موضوع له علاقة في اللنج كانسر. لنج كانسر، بحثت في اللنج كانسر، لاحظوا حضراتكم اعطاني منشورات وكتب ومجلات ومقابلات ومعلومات وبيانات وسجلات حول اللنج كانسر تقريبا 2,660,000. طب انا اكيد لو عندي فكره بحثيه او عندي مشروع بحثي مش حكون على اللنج كانسر يعني لحاله، اللنج كانسر نكره، اكيد حكون علاقه اللنج كانسر في شيء معين. لو قلنا علاقه اللنج كانسر مع السموكينج، حكتب زائد مهمة الزائد هذه سموكينج، وحأبحث. لاحظوا حضراتكم انه نزل رقم المنشورات الموجودة 1,610,000. طب خليني اضيق البحث اكثر، بروح بعمل تو كوتيشن حوالين اللنج كانسر زائد السموكينج وببحث. نزلت لي الريزلتس بتاعت البحث ل 3,380. لاحظوا كل ما خصصت اكثر وركزت بحثي اكثر كل ما كان عندي اللي هو النتائج بتقل في العدد، تجيني مركزه اكثر. طيب احنا ايش بدنا؟ انا بدي مقالات. عاده المقالات بتكون منشوره بصيغه بي دي اف زي ما كنا عارفين. بعمل دوت بي دي اف وببحث. لاحظوا قبل ما ابحث 3,380 ريزلت، لما عملت بي دي اف صاروا 1,690 تقريبا، للنصف نزلوا، تقريبا نزلوا للنصف. طيب خلينا نفلتر. ايش نفلتر؟ يعني نركز بحثنا اكثر. الآن بي دي اف إما كتب أو مقالات غالبا، لكن معظمها 95% حيكون منها مقالات لها علاقة في اللنج كانسر مع السموكينج، أو تكلمت عن علاقة اللنج كانسر مع السموكينج. لو طلعنا على اليمين حضراتكم هنا بنشوف في فلتر، وإن كان فلتر بسيط لكن برضه بينفع. بقول لك ايش بدك من سنة قديش يعني بدك اللنج كانسر مع السموكينج؟ نفترض جدلا قلت له من 2014، نشوف ال 1690 قديش حيصيروا. صاروا 480. قلنا له بدنا من 2017، صاروا 154 ريزلتس نتيجه. قلنا له بدنا احدث ما تم، احدث المراجع التي تكلمت عن علاقه اللنج كانسر مع السموكينج، خلينا ناخذ من 2018، لانه لو اخذنا المراجع من 2018 اوريدي تحصيل حاصل حيكون مشمول فيها اللي هو مراجع 2017 و2014 ك ريفرنسز موثقة. لاحظ حضراتكم وصلنا ل 66 ريزلت من عدة آلاف من الريزلت، وصلنا ل 66 ريزلت. الآن ببلش آخذ كليك يمين. خلينا آخذ كليك يمين في الماوس، أفتح على اليمين أشوف الموضوع الأول، فتحته، فتح لي اللي هو طبعا مجلة ناشر للسيلفر، عفوا فتح لي قاعدة بيانات اللي هو ساينس دايركت. هاي في عندي مقالة تكلمت في الموضوع. نفترض انه انا هذه المقالة اللي من 66 مقالة بدي اياها، بروح بنزلها. هاي طبعا بي دي اف، بضغط وبنزلها. لاحظ حضراتكم ناس حتقول يعني 66 ايتم يمكن كتيرة شوية. لا هي مش كتيرة، 66 بدك تطلع عليهم وتحاول تشوف ايش أكثر المقالات الأقرب لموضوعك وأقرب لفكرة بحثك، وتنزلها وتبلش تلخصها في التمبلت، تمبلت أوف تيكينج نوتس، ومن ثم تستخدمها وتسترشد فيها في الكتابة والاطلاع وفي فهم موضوعك ومشروعك البحثي. الآن جوجل سكولر ممكن أي باحث يعني إضافة يعمل لإله صفحة خاصة عليه. يعني هي مثلاً
وينزل المقالات الخاصة فيه. وطالما له صفحة الباحث هذا، بصير أي مقالة بتنشر له بعد أسبوع أو 10 أيام جوجل سكولر بمسكها أو بلقطها أو بيعمل لك بلاغ أو إشعار إنه نشرت في المجلة الفلانية على موقع الإنترنت مقالة باسمك، وبضيفها مباشرة لسلسلة المقالات بتاعك. وهيك بتساعد الباحثين الآخرين إنهم إيش يستخدموا مقالتك وفي أبحاثهم وفي مشاريعهم البحثية من خلال إيش السيتيشن. جوجل سكولر هذا ملخصه باختصار، في شوية تفاصيل أكثر، كيف لو بدي أرسل المقال عن طريق الإيميل، كيف بدي أحدث، كيف بدي أتابع موضوع معين، إن شاء الله ربما نوافيكم فيها في مواضيع أو في شروحات قادمة بعون الله عز وجل. المتصفح الثاني الأكثر أهمية والأكثر تخصص للعلوم الطبية والعلوم الصحية اللي هو الباب ميد. الباب ميد حقيقة الباب ميد أنا بأنصح كل الباحثين الصحيين والمهنيين الصحيين يستخدموه بشكل أكبر من جوجل سكولر، لأنه الفلتر تبعه أكثر تركيز وأكثر تخصصية من الجوجل سكولر. شرح بسيط أو مقدمة بسيط عن هذا المتصفح. الباب ميد هو محرك بحث تم إطلاقه عام 1996، يحتوي على آخر ما توصل إليه العلم من أبحاث واختراعات في مجال العلوم وخاصة الطبية منها. قام بتطويره المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الـ NCBI. يعد الباب ميد خزان علوم كبير مؤلف من أكثر من 26 مليون مقال علمي، يراقب من قبل علماء مختصين، وهذا شغلة مهمة، علماء مختصين على عكس جوجل سكولر أنه بإمكان أي حدا ينشر، وبضل دورك أنت أنك تختار وتميز ما بين المنشورات الموثوق فيها والمنشورات الغير موثوق فيها. أكيد المنشورات اللي بتكون منشورة في مجلات عالمية ISI أو سكوبس هذا منشورات موثوق فيها. يعتمد الموقع في عمله أو في عمله على تقنية الفهرسة. إيش الفهرسة؟ تعتمد بشكل رئيسي حول ربط المنشور مع كلمات مفتاحية تسهل البحث عنه. كلنا بنعرف أنه أي أبستراك في أي أرتكل علمية منشورة بيكون مكتوب تحت فيه keywords كلمات مفتاحية. keywords هذا عشان تسهل عملية البحث عن هذا عن هذه البيبر أو هذه الأرتكل من قبل الباحثين المهتمين والباحثين في نفس الموضوع. هذه الصفحة اللي هي الرئيسية بتاعت المتصفح. نيجي نفتح ونشتغل عمل نشوف كيف نستخدم جوجل سكولر، نستخدم الباب ميد في البحث. هاي عندي صفحة جوجل العادية، أكتب باب ميد. مجرد ما أكتب باب ميد جوجل حيظهر لي هوم باب ميد NCBI، هاي اللي هو الموقع بتاع الباب ميد. فتحت موقع الباب ميد. الآن كيف بدي أستخدمه؟ في الموقع في more resources، واضحة هيها، تحتيها مش database، بأضغط عليها. المش database اختصار لميديكال subject headings، عناوين المواد الطبية. المش ليش اخترتها من ضمن قواعد البيانات الموجودة في الباب ميد؟ لأنه متخصص في البحث عن المواضيع الطبية. إحنا كناس طبيين وناس صحيين مهنيين صحيين، المش داتابيز هي اللي حلاقي فيها الأبحاث الخاصة فينا. طيب نرجع لمثالنا الأولاني، بدي أبحث أنا عن اللانج كانسر، موضوع بدي أشتغل عن اللانج كانسر في مجال الدياجنوسيس مثلا. لانج كانسر، وبأضغط سيرش. أعطاني صفحة ثانية فيها ظهر سيرش ريزالتس حوالي 13 items، بس أنا بتكلم لي توبيك عريضة، مواضيع كبيرة، 13 موضوع كبير. مثلا اللانج نيو بلازمز، هل تتكلمنا عن التيومر أو الكانسر تبع اللانج، ولا بدك بروتينات معينة ماركر تظهر لي أثناء
حصول اللنج كانسر عند المرضى، ولا بتتكلم عن السمول، ولا حضرتك بحثك اللي بدك تشتغل فيه عن سمول سيل لنج كارسينوما أو إلى آخره، آخر آيتم. نفترض جدلا إنه أنا مهتم في اللنج نيو بلازمز اللي هو سرطان اللنج، هأضغط عليه فتح لي أول فلتر، وهنا حلاوة الباب ميد، بيضيق لك لأبعد الحدود، بكون بحثك مركز على اللي بدك إياه. طب أنت بسألني الباب ميد، بقول لي أنت بدك اللنج نيو بلازم اللي هو سرطان الرئة، بدك المقالات أو بدك المنشورات اللي بحثت لك عنها ذات علاقة في الاناليسيز ولا في الاناتومي يعني التشريح عند هيستولوجي والأنسجة، ولا في البلود في الدم، ولا في البلود سبلاي، ولا في السيريبروسباينال فلويد في سي اس اف السائل الدماغ الشوكي، ولا في الكيميكال انكلودد في الكيميكال انكلودد، ولا في الكيمستري، ولا في الكلاسيفيكيشن في التصنيف، ولا في الكومبليكيشن في المضاعفات. ضلك ماشي للاخر تقريبا يعني قريب 70-80 فلتر حطت لي. انا كاخصائي تحليل طبيه شغال دراسه حول الدياجنوسز للكانسر، فاضغط على الدياجنوسز تمام، وبضغط هنا شغله مهمه ريستريكت تو مش ميجر توبيك، بدي ابحث في اشهر واهم التوبكس اللي موجوده في مين في المش تمام. بعمل اد تو سيرش بلدر، الان اديت تعليمات للمش للباب ميد سيرش بلدر انه ابحث لي في اللانج نيو بلازمز وعلاقته، او دراسات تكلمت عن اللانج نيو بلازمز مع الدياجنوسز التشخيص. سيرش بضغط سيرش باب ميد، ابحث في باب ميد، بحث لي في باب ميد، لاحظوا حضراتكم اعطاني 13522 منشور ذو علاقه يتحدث عن الدياجنوسيز للانج نيو بلازمز. طب انا هدول ال 13522 هقدر اطلع عليهم كلهم عشان افهمهم والخصهم؟ بدي سنه او اكثر. هنا ببرز دور الفلاتر اللي بتميز فيها الباب ميد عن غيره. الفلتر الاول بقول لي ايش بدك انت؟ بدك كلينيكال ترايل، بدك جورنال ارتكل، بدك ريفيو، بدك سيستميك ريفيو، في كوستمايز ممكن انت تنشئ فلاتر ثانيه، حاجات ثانيه تختار. انا كباحث ببحث عن مقالات يعني صراحه، واحنا بهمنا كباحثين صحيين بدنا نعمل رساله ماجستير او بدنا نعمل طروحه دكتوراه، بهمني في الجورنال ارتكلز مقالات المجلات العلميه المحققه، بضغط جورنال ارتكلز. بس قبل ما اضغط جورنال ارتكلز لاحظوا حضراتكم 13000 تقريبا و522 13500 خلينا نقول. لما ضغطت الجورنال ارتكل اول فلتر انه ابحث لي بس في المقالات تبعت مين؟ ابحثت في المقالات العلميه تحت المجلات، فنزلنا ل 12500، من 13500 ل 12500، هاي صار عندنا قديش؟ حوالي 100 وشيء. طيب اشوف الفلتر الثاني 12500 برضه حاجه كبيره، هيسالني في الفلتر الثاني التكست افيلابيليتي، بدك التكست او النص يكون متاح لك ابستراكت مستخلص المقاله، ولا فري فول تكست ولا فول تكست. لا احنا ناس بندور على ببلاش، باحثين الله يعيننا بنشتري مواد بنشتري ادوات بنشتري كذا، نحاول ندور على فري فول تكست، ندور على المقالات المجانيه. قبل ما اضغط على المقالات المجانيه نتذكر مع بعض الرقم 12500 تقريبا. اضغط على الفلتر الثاني فري فول تكست قديش نزل؟ صار 2744. يا سلام، عندي 2744 مقاله منشوره حول تشخيص اللانج كانسر، مجرد ما دخلت فري فول تكست لقيت 2744. طيب برضه 2744 عدد كبير من المقالات، والعمل قال لك خش على الفلتر الثالث. ايش الفلتر الثالث؟ بدك من 10 سنوات وتعجاي، من 5 سنوات وتعجاي، خلينا ناخذ احدث
المقالات، لأن أريد المقالات القديمة هتكون مشمولة فيها، أحدث المقالات من 5 سنوات وتع جاي. نتذكر مع بعض الرقم 2744 مقالة فري، 5 years بضغط ال 2700 وإشي صاروا 1100، 2744 صاروا 1189. ممتاز. طيب نشوف الفلتر اللي بعديه، ال 1190 أو 189، لما أضغط على الفلتر بعدي بقول سبيشيز، بدك الدراسات اللي اشتغلت على هيومانز ولا اللي اشتغلت على الأنيمالز؟ بنقول له بدنا اللي اشتغلت على هيومانز. ال 1189 هنلاقيها نزلت ل 1185، يعني فقط في 4 دراسات اشتغلت على الأنيمالز، كلهم كانوا على هيومانز، وهذه شغلة كويسة. الفلتر اللي بعديه اللانجوجز، اللغات. لو ضغطت كستمايز هيعرض لي عدة لغات، لكن احنا معنيين لأنه اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، بدي أختار فلتر المقالات المنشورة في اللغة الإنجليزية بس. يعني يا باب ميد دور لي فقط على المقالات المنشورة في اللغة الإنجليزية. 1185 هأضغط على الإنجليش، هلاقيهم صاروا 1188. الآن بيسألني السكس فيميل ولا ميل؟ هقول لا، أنا بدي مثلا الفيميل، المقالات تتكلمت حوالين الفيميل. هلاحظ إنه نزلت المقالات ل 690. كل ما بفلتر أكثر كل ما بقل العدد. طيب سبجكت المادة، هختار سيستميك ريفيو، نزل العدد ال 14 ايتمز. يا سلام، 14 مقالة اتكلمت في موضوع اللي هو اللانج كانسر. الفلتر اللي بعديه مثلا جورنال كاتيجوري، من اي جورنال؟ لو قلت له مثلا بدي ابحث في الميد لاين بعد اذنك، الميد لاين قاعدة بيانات عريقة، يعني 14 ايتم موجودين اضف الميد لاين. لو قلت له بدي في النيرسينج جورنال، الجورنالز الخاصة في النيرسينج برضو أيضا موجودين في النيرسينج جورنال. لاحظوا لسه ما كملتش الفلاتر، لسه في كمان فلاتر، وصلت ل 14 مقالة. ال 14 مقالة هذه أقرب شيء للموضوع اللي أنا بدي إياه. مش بس هيك، ال 14 مقالة هذه مجانية، هذا أهم إشي. طيب بدي أبلش الآن، هل ال 14 أنا ممكن أنزلها؟ قالك لا، مش شرط ممكن تنزلها كلها، ممكن تحتاج بعضها، حاجات هتلاقيها قريبة منك وحاجات بعيدة. طب كيف بتعرف وأطلع على مين المقالات اللي بتهمني أكثر من 14؟ شايفين حضراتكم سمري، بضغط على سمري، بطلب منه بعد إذنك بدل ما أنت عرض لي السمري زي ما احنا شايفين. أنا طبعا وطريقة العرض عرض لي عنوان المقالة، وين موجودة هذه المقالة، هضغط سمري أقول له عرض الأبستراكت. الآن المقالة الأولى من ال 14 عرض الأبستراكت تبعها، بتطلع والله هذه المقالة، والله هذه قريبة كويسة، عاوزها بدي إياها. تمام، لما طلعت لقيتها مهمة بدي إياها، إيش بسوي؟ ممكن أعملها سند تو إيميل معين، أو ممكن أعملها تنزيل فري بابميد أرتكل، أضغط عليها وبأعملها تنزيل، لأن هاي المقالة قدامي بشكل مجاني، بنزلها من الباب ميد وبأخذها وبأستخدمها في كتابة أو في الاطلاع وفي التجهيز لرسالة الماجستير أو طرحة الدكتوراه وفي البحث افتاعي. كنا معكم يعني حضراتكم محدثكم الأستاذ أكرم الطاهر، أستاذ التحليل الطبية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا خان يونس، في هذا الشرح المبسط والمصور، وإن شاء الله رب العالمين حنوافيكم في شروحات أخرى حول كيفية كتابة البحث العلمي في الطرق البسيطة والطرق السهلة.